السلام عليكم. اشتريت حساسات سيارة تبع خلفي وأمامي، حبيت أشارك معكم. هذول هني ثمان حساسات سيارة خلفي وأمامي، هذا الجهاز تبعه، هذا الريش بيجي معه شغلة كويسة. هذا جهاز الانذار، وهدول الوصلات. انا شوي سيارتي الطويلة بدون وصلات هدول، اما اذا سيارة صغيرة ما بدهم غير هيك. هدول ثمان حساسات، وهاد الكابل تبع الشاصي والنار كله مع بعض، هذا الاصفر على الشاصي والاحمر عن النار والاسود. تمام، اشوف هيك يفتح الجهاز. امشي هون خط النار، ثلاث خطوط، يعني ما في شيء صعب. وهذا الحساس هون، هاد اربع خطوط، يعني ما في شيء غلط يعني بيركب. هيك بيبين. هذا اليمين، هذا اليسار، هذا اليمين يسار، هذا كمان يسار، هذا يمين، هذا يمين، هذا يسار، هذا يسار. خليني نجرب حساس هيك. جرب ريح الحساس هذا كمان.